عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على ازاي نمشي كاميرا على باص. قبل ما نشرح موضوع الكاميرا على الباص، عايز نشرح اوبجكت على باص عشان نتفرج عليه بيمشي ازاي على الباص. انا معايا اوبجكت اهو، اللي تكون عربية هتمشي على مسار، فبروح على قائمة انيميشن وبنختار كونسترينت باص كونسترينت، وبكليك على الباص بتاعي المسار اللي هتمشي عليه، وانا هعمل بلاي. شايفين طبعا ماشية ازاي. نمرة واحد اقول له فولو. اولا خدوا بالكم من الرقم اللي عمال يشتغل شغال معايا هنا، هو بياخد الباص يقسمه 100%، يقسمه 100%. انا دلوقتي واقف في كام في المية في الباص؟ الستارت بدايته من زيرو، نهايته في 100. لما هقول له انا هعمل بلاي تاني، اتفرجوا على، خدوا بالكم فوق كويس، اول ما هدوس على فولو بصوا العربية هيحصل لها ايه. بقت تلف في المنعطفات، بصوا هشيل فولو هرجع فولو. طيب يمين وشمال العربية، لو جينا بقى نشوفها في البرسبكتيف، يمين وشمال العربية انا ممكن اقول له اخليها تمشي بالعكس، اعمل لها فليب، ممكن اخليها تعمل بانكينج. وعايزكم تاخدوا بالكم انا هبطئ السرعة بتاعة العربية شوية، هبطئ الفيلم عموما ربع السرعة بتاعته، هعمل بلاي تاني. خدوا بالكم ايه اللي بيحصل هنا، شايفين السرعة ماشية ازاي. خدوا بالكم في الدوران هنا ايه اللي بيحصل، اول ما هقول له بانكينج، خدوا بالكم هنا في الشاشه البرسبكتيف، بصوا الدوران هتميل. طب البانكينج قد ايه؟ انا بشوف انه 0.2 بيبقى رقم معقول قوي. لو عايز البانكينج بالسالب هخلي البانكينج بالسالب، يبقى كده هتبانك لبره مش لجوه. بصوا ده هو القصور الذاتي بتاع عربيه ماشيه، او واحد بي 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 مش بيترنح يمين وشمال، يعني بيميل. بس دي خدوا بالكم ما بتشتغلش غير في الملفات، عشان كده انا راسم الريكتانجل وخلي الضلع ده طويل والضلع ده صغير عشان تشوفوا البنك بيحصل في الملفات. يبقى بانكينج بيعمل يمين وشمال شويه صغيرين. بقدر اظبط البنك اماونت لما بفتح دي، بقول له هنا وبيبقى سموث في البانكينج شكله ايه. دي نمره واحد. لو شلت كونستانت فيلوسيتي، خدوا بالكم السرعه بتاعتها هنا هتبقى عامله ازاي. الريكتانجل اللي انا رسمه ده عباره عن مجموعه من الفيرتكس، لما عملت دي شامفر بقت هنا في فيرتكس وهنا في فيرتكس وهنا في فيرتكس وهنا فيرتكس. هو بياخد المسافه بين الاثنين فيرتكس في تايم واحد. خدوا بالكم الوقت اللي قضاه هنا هو نفس الوقت اللي هو نفس الوقت اللي هنا، لذلك هيجري في دي في كونستانت فيلوسيتي. دي اكتر معلومه مهمه عندي. طيب الاكس والواي، انا عايزه تمشي في الاكس ولا في الواي، حسب بقى الموديل اللي انت عامله شكله ايه. ولو عايز اعمله فليب، طبعا فليب هنا مش هتبان لان ده بوكس، مش هيبان يمين من شمال. نفس الفكره بعملها لو عملت الدي لل بوكس ديليت، واروح اجيب كاميرا تارجت كاميرا. لا خليني اول اقول فري كاميرا، هحط فري كاميرا اهي في الشاشه الفرونت، وهقول انيميشن كونسترينت باس كونسترينت، وكليك على الباس اعمل بلاي هتمشي. هقول له فولو، هقول له لا انا عايز امشي بقى على الاكس ولا الواي ولا الزد كده، ماشي مظبوط حلو قوي. خدوا بالكم الكاميرا بتلف ازاي. لو عايز اعمل بانكينج هقول له برضو هنا بانكينج، هتيجي في الدوران تميل شويه، بس بالنسبه للكاميرا نترو كمان. انا بقول اوبجكت هو اللي يمشي كده. الكاميرا ممكن اعملها سنه روتيت صغير قوي في الاماكن اللي انا عايزها، لكن هنا انا دلوقتي خليتها ماشيه على الباص وبتشوف الحاجه اللي قدامها بالظبط. غير ان انا العب كمان بقى في الكاميرا، يعني وانا ماشي ابتدي انيميت العدسات بتاعت الكاميرا، هتلاقي الموضوع هيختلف يبقى جميل قوي. طب لو الكاميرا دي ليها تارجت، خدوا بالكم هقول للكاميرا دي انها تارجت كاميرا، وتعالوا نعمل بلاي وتفرجوا على المنظر اللي هيحصل. بصه بصفه دائمه على التارجت بتاعها. طيب تعالوا ناخد التارجت بتاعها، احنا ماشيين الكاميرا على باص لكن التارجت لا، هقول بلاي هتفضل بصفه دائمه. بصوا بص على ايه، انا ممكن انيميت التارجت ده يمشي على باص لوحده والكاميرا تبقى باصه على الحاجه اللي انا عايزها. يبقى لما بقول الكاميرا بتاعت واحد قاعد في عربيه هتبقى فري كاميرا، وانا بلف راسه حسب انا عايزه يبص على ايه. لو قاعد على طول وشايف اللي قدامه بس، خلاص بقى اللينك بالطريقه اللي احنا عملناها قبل كده. طيب انا هعمل ديليت لدول وهعمل ان هايد. انا كنت مخبي شويه حاجات، مش مخبي عليكم طبعا، لكن زي ما انتم شايفين راسم مجموعه من المباني، راسم باص، شايفين الباص اللي تحت ده اللي انا مسكته اللي هو ده باص اهو، ده اللي همشي عليه العربيه اللي هي اللي لونها ازرق الصغير اللي تحت، وفي نفس الوقت عامل باص فوق، ولتكن مثلا هنسوميليت ان في طياره هليكوبتر فوق بتراقب العربيه اللي تحت. فاول حاجه همشي العربيه دي على الباص. الباص بتاعها فين؟
يبقى الانيميشن كونسترينت باس كونسترينت، والباس بتاع العربيه اللي على الارض تحت. اول حاجه هتحصل هلاقي ان العربيه وقفت على الباس، الامر هيطلب في المكان اللي حسب انا واقف فين، حسب انا واقف فين، و لما ارفع الباص لفوق العربيه هتطلع معايا، لكن ما اقدرش انا احرك العربيه، انا همسك الباص. خدوا بالكم، برفع الباص، بصوا العربيه ماشيه عليه. طيب البيفت بوينت بتاعت العربيه فين، اللي هو مركز العربيه نفسه. واضح ان مركز ده كان بوكس، والبوكس بتاعه السنتر بتاعه تحت، لذلك مشيت على الخط كده. طب لو كان مركز فوق، بصوا انا بحرك المركز، هي اللي نزلت، انا انزل المركز، يبقى حسب مركز العربيه فين هو هيمشيها عليه. يبقى انا ممكن اخد الباص ارفعه فوق، او اخلي العربيه ماشيه على دامي، مربوطه على دامي، والدامي هي اللي بتحكم فيها. انا هرفع الباص هنا صغيره فوق، اللي بيها اخلي العربيه فوق مستوى الارض حسب ما انا عايز. دي اول معلومه. العربيه دلوقتي يا جماعه بتخضع لكنترولر، بوزيشن كنترولر، معنى انها بوزيشن انا ما اقدرش احركها، لان بقى في كنترول عليها، الا لو حطيت طبعا كنترول ليست وحاجات تانية ادفانسد. فانا في الوضع الحالي احرك الباص بتاعها، هي تتحرك عليه لانها بقت كنترول عليه. طب لو جيت اعمل بلاي ونشوف العربيه هنا ماشيه ازاي، اها ماشيه مقلوبه بالعرض، هنقول فولو ونشوفها ماشيه ازاي. انا هعمل ستوب ونشوف اتجاهها، ادي بوز العربيه اهو، فعلا هي ماشيه قدام صح. تعالوا نمشي قدام بتاني شويه، ماشيه فعلا الاتجاه مظبوط صح، بتمشي على الدورانات مظبوط. تعالوا نحط فوق العربيه كاميرا، فوق العربيه كاميرا، هعمل كليك هنا في الشاشه الليفت، وهمسك الكاميرا اظبطها فوق العربيه، وهعمل لها روتيت واجيبها هنا واقربها منها قوي، اللي بيها نشوف بوز العربيه. ولو جيت اقول للشاشه دي فيو كاميرا واحد، بص انا شايف منين، اهو بوز العربيه قدامي اهو، هعمل لينك الكاميرا تمشي ورا العربيه. لو جيت اعمل بلاي في الشاشه دي ايه اللي بيحصل؟ طبعا عشان الفيلم المفروض الفيلم يبقى تايم بتاعه اطول، تقوم تبقى السرعه بطيئه وحلوه، فهي ماشيه على الباص وهي فوق العربيه. تعالوا نراقب هنا. طيب من ضمن الحركات الظريفه والجميله ان انا وانا واقف كده اعمل زوم ان واوت بالعدسات، بصوا العدسه. طب لو عملنا بلاي كده، ولو عملنا بلاي كده، انا بعمل زوم ان واوت، وممكن اسجل الحركه دي، بتطلع جميله 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 جميله، بتطلع حلوه قوي ان انت تسجل العدسه زوم ان وزوم اوت. طب انا هرجع للديفولت اللي هي ال 35، دي نمره واحد. نمره اتنين، عايز اقول ان في حد بيراقب العربيه دي من فوق، حد ولتكن طياره هليكوبتر، مش هعمل الطياره، هنقول بدل الطياره الكاميرا اللي هي باصه منها وبتراقب ايه، بتراقب العربيه. يبقى هاخد التارجت بتاع الكاميرا ده، هوديه عند العربية وهظبطه في شاشتين. يا جماعة خدوا بالكم، لازم شاشتين، وهعمل اللينك، هقول ان التارجت يمشي ورا العربية. لو جيت اعمل بلاي، بصوا هنا التارجت ماشي مع العربية. طب الكاميرا، تعالوا نخلي الشاشة التانية دي فيو كاميرا اتنين، ونخليها سموث وهايلايت، واخدين بالكم الكاميرا واقفه فوق وعماله تراقب في العربيه. طيب لو جينا في الشاشه دي، ده الباص اللي ماشي عليه الكاميرا، الباص اللي انا ماشي عليه لسه ما مسيتش الكاميرا، اسف عليه، الكاميرا بتاعتي اهي. يعني لو جبنا الكاميرا كده وعملت بلاي، بصوا الشاشه دي، الشاشه دي الكاميرا عماله تبص على مكان العربيه. طب لو مشيت الكاميرا على الباص اللي فوق، على ان طياره هليكوبتر هي اللي بتلف فوق، دي بتبقى لقطه جميله قوي. يبقى هاخد الكاميرا انيميشن كونسترينت باص كونسترينت، كليك على الباص تاني، وهاخد الباص اديه فوق المدينه، خليه فوق المدينه كده، وتعالوا نعمل بلاي. حسب الباص بتاعك بقى طوله، حسب انت راسم الباص ازاي، الدنيا هتشتغل معايا، يعني هبقى شايف منين. ممكن اعدل طبعا في الباص ده وارسم اس بلاين بمعرفتي. من اللقطات الجميله قوي ان انا اقول ايه بقى، لا انا عايز اقول ان العربيه وقفت شويه هنا، وقفت شويه يعني ايه، تعالوا كده نكلم الرقم ده، الرقم ده بيقول لي هي واقفه along باص في واحد في 11 بوينت كام، هقول له اوتو كي، هقول له هي واقفه عند 12، نكتب هنا 12،
عمل لي هنا كي فريم وهقول له هنا كمان لسه برضه واقفه عند 12. تعالوا نشوف الحركه، بصوا واقفه مكانها العربيه، وقفت في مكانها ما اتحركتش، لان انا قلت له هنا 12 وهنا 12، يعني ما فيش حركه. طيب وبعدين هقول له هنا لو حبيت ارجع العربيه ورا هرجعها ورا، بص اقول له لا دي رجعت لورا، بس طبعا رجعت لورا يبقى محتاج العربيه تلف، يعني يبقى الاسب لاين بتاعي يبقى بيلف. انا بتكلم جنرال ان انا ممكن فعلا ارجع بالتايم بتاعي انها، طب هنا بيقول انها وصلت عند 70، عند فريم 70 وصلت هنا، هقول له لا دي لسه ما وصلتش هنا، دي مشيت بطيء قوي الفتره اللي فاتت دي، انا رجعت ورا شويه، معنى كده ان المسافه دي هتمشي في فريمات كتير والباقي هياخدوا جري. تعالوا كده نشوف اوتو كي بلاي، بصوا هنا هتلاقيها بتجري بسرعه لانها عايزه تروح تخلص الباس كله. بصوا هنا هتمشي ازاي وبعدين هتستوب وبعدين تمشي بطيء، اهي شايفين العربيه اللي انا واقف عليها بالماوس، وبعدين هنا هتجري لان هو عايز يخلص الباس في التايم ده، التايم اللي عندي ده عايز يخلص الباس هنا. انا ممكن اقول له برضو ان انا مش لازم اخلص الباس كله، انت هقف عند 70 80% من الباس بتاعي. ممكن في نفس الوقت اخلي الكاميرا اللي فوق تقف يا كمان في الوقت اللي العربيه وقفت فيه، العربيه وقفت من هنا لهنا، بصوا الكاميرا اللي فوق اللي هي دي يا جماعه بتتحرك، شايفين؟ تعالوا نقول ان الكاميرا كمان عملت ستوب، تعالوا نشوف الفريمات، همسك دي وهقول اهو فريم 16 وده فريم 27، عايز اوقف العربيه الكاميرا اللي فوق في نفس عدد الفريمات دول، هقول له هنا فعلا انا ماسك دلوقتي مين؟ الكاميرا اللي ماشيه على باص في موشن، في موشن، وادي الباص بتاعي وادي الرقم اللي هي واقفه فيه، هي واقفه عند 16، عايز اعمل كي فريم هنا عند 16، عايز اعمل لها كي فريم تبقى ثابته فيه، واقول له ان من عند 16 ل انا نسيت الرقم الحقيقه، و26 خليه 26، من 16 ل 26 واقفه. نرجع تاني نمسك الكاميرا هقول له عند 16، هي واقفه عند 16 خدوا بالكم، هاخد الرقم ده كوبي وهاجي هقول له عند 26، اروح هنا اقول له بيست انتر، هيعمل لي كي فريم، وارجع تاني عند 16 اقول له انت عند 16 برضو. نركز بقى على الكاميرا والعربيه، الاثنين واقفين، بصوا الاثنين واقفين هنا. طب الكاميرا مشيت كده؟ لا انا عايز الكاميرا تمشي بالعكس، خدوا بالكم الكاميرا ماشيه ازاي، الكاميرا ماشيه كده، بصوا لا انا هروح اخليها تقابل العربيه، فهروح هنا هقول لا الكاميرا مش هنا، الكاميرا هنا قربت من العربيه شويه، خدوا بالكم انا رجعتها كده، نشوف الدنيا ماشيه ازاي. الكاميرا كانت ماشيه كده، المفروض انها بتكمل كده، وقفت ولما العربيه جت هي جت لها، واخدين بالكم اللقطه؟ الحته الجميله بقى ان انا ابتدي اعمل زوم ان بالكاميرا اللي فوق وانا براقب العربيه، هعمل زوم، يبقى همسك الكاميرا اللي فوق اللي معايا وهروح على موديفاي، انا الكاميرا ماسكها رايح موديفاي، بلعب في الكاميرا بغير في داتا الكاميرا، لكن لما اروح موشن بانل بتكلم على الباص اللي هي ماشيه عليه، هروح موديفاي وهقول اوتو كي، وهنقول العدسه بتاعتنا الديفولت بتاعها 15، تعالوا نعمل زوم ان، زوم ان انا واقف هنا خدوا بالكم هنا في الزيرو هنا زوم ان، وبعدين هاجي هنا كده وقفت، تعالوا نلعب نقول زوم اوت، نشوف ايه اللي بيحصل، بص الزوم، بصوا الكاميرا اللي فوق الشاشه اللي فوق، شايفين الزوم عامل ازاي؟ ان واوت بطريقه لطيفه قوي. طب هاجي هنا هقول ان عملنا تاني زوم ان، هعمل زوم بده، وبعدين هنا بعدت هعمل زوم اوت، او اخد العدسة دي او دي، خلينا ناخد دي، وهنا عملنا زوم ان تاني، ان اسف، وهنا طلعنا بره، رجعت للديفولت. تعالوا نعمل بلاي ونتفرج، بص الزوم ان والكاميرا، خدوا بالكم خدوا بالكم، زوم ان ان ان، الكاميرا اللي فوق الشاشه اللي فوق، اسلوب سهل وظريف. الباس كونستين ده من الحاجات الجميله قوي، اهم ما فيه ان انا اخد بالي كويس قوي من اتجاه الجسم بتاعي ماشي ازاي، ومن
جزئيه بتاعه فولو، انا همسك اي اوبجكت منهم الكاميرا او العربيه اللي ماشيه على باس كونسترينت، بروح موشن بانل هلاقي الامر بتاعي لو خدنا بالنا ان يعني البوزيشن اكس وزد، ان انت تقدر تمسك البوزيشن اكس وزد وتحرك الاوبجكت بتاعك، انا حطيت عليه باس كونسترينت خلاص كده ما تعرفش تحركه، تحرك الحاجه اللي هو ماشي عليها اللي هو الاسبلاين الاصلي، لو مسكنا الاسبلاين اللي هنا ده واتحركت عليه بصوا الكاميرا نازله معايا لان الكاميرا هي اللي ماشيه عليه، ودي الباس في المكان اللي انت عايزه، اعمل التظبيط لمكانه زي ما انت عايز. هرجع تاني للكاميرا بقول انا ممكن احط التو باسز يعني اتنين باس هنا، وبخلي الكاميرا تمشي بناء على ويت معين ناحيه الباس اللي انا عايزه، لو بقول نهر ويتضفى اليمين ويتضفى الشمال مش زي بعض، ومركب ماشي في النص وعايزه كل شويه يروح ناحيه واحد من الاثنين، خلينا نعملها ان شاء الله في مره تانيه. اللي هي هنا بلعب بالويت بقى بتاعتي، لو عندي تو باسز بلعب هنا بالويت بتاعتي، ما انساش فولو لو بعمل عربيه وعايز اتجاه، لكن انا عامل كاميرا وتارجت والكاميرا ماشيه فوق هنا، مش هتفرق معايا ان انا احط فولو دي خالص ولا تعمل اي حاجه. العربيه لو عايزه تعمل بانكينج اتفقنا، شفنا موضوع البانكينج بيعمل ايه، وان انا اختار الاكس واي زد الديبند على اتجاه الاوبجكت بتاعي الاكس واي زد بتاعته عامله ازاي، هتلاقي واحد من الثلاثه دول والفليب هيظبط لك الاوبجكت بتاعك اللي ماشي على باص. وأشوفكم في درس تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.